الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأخير من علم المواريث. أبنائي وبناتي في الحلقة السابقة تكلمنا عن أصحاب الفروض وأخذنا على ذلك أمثلة. وحاولنا أن نجيب على تلك الأمثلة بقدر المستطاع واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل المسيرة واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتدرب على العول والرد ومقاسمة الجد للإخوة وهذه المسائل حتى يتضح الأمر إلينا وتكون المسألة سهلة إن شاء الله وأعدكم إن شاء الله بإذن الله نحن لما نوصل للامتحان حيبقى الموضوع سهل ويسير إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أبنائي وبناتي هيا بنا نبدأ اذا تكلمنا اولا ابنائي وبناتي عن العصبات فنقول وبالله التوفيق يعني كلمه عصبه العصبه هو الشخص الذي يرث الباقي بعد نصيب اصحاب الفروض فالعصبات في اللغه جمع عصبه وعصبه الرجل في اللغه ابوه وبنوه وقرابته لابيه اما التعريف من حيث الاصطلاح فهو الشخص الذي ياخذ باقي المال إذا كان هناك أصحاب الفروض ويأخذوا جميع المال إذا كان منفردا وعشان كده بنقسم العصبات إلى قسمين القسم الأولاني بنسميه العصبة النسبية اللي عن طريق النسب والنوع الثاني بنسميه العصبة السببية العصبة النسبية اللي هم أقارب الشخص الذكور وليهم حالات أخرى أما العصبة السببية اللي هو المعتق ودوت غير مقرر الآن طيب إذا انتقلنا إلى أقسام العصبة النسبية أقسام العصبة النسبية فنقول وبالله التوفيق العصب النسبية ينقسم إلى عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره عاصب بنفسه كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى أما العاصب بغيره هي كل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكر وشاركته في العصبة أما العاصب مع غيره فهي الأخوات مع البنات لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الأخوات مع البنات عصبة. طيب العصبة النسبية القاعدة في تقسيمهم أن الأقرب دائما يحجب الأبعد. أن الأقرب دائما يحجب الأبعد ولذلك يجب علينا أن نحفظ الترتيب التالي. العصبة النسبية إيه الترتيب بتاعهم؟ أولا جزء الإنسان الميت يعني وبعدين أصل الميت وبعدين جزء أبوه وبعدين جزء ابنه يبقى في جزء الميت وبعدين اصل الميت وبعدين جزء ابيه وبعدين جزء جده. جزء الميت مين اجزاء الميت؟ ابنه ابن الابن وان سفل بمحض الذكور. مين اصل الميت؟ الاب وابو الاب وان على بمحض الذكور. مين جزء ابيه؟ جزء ابيه اللي هو الاخ الشقيق، الاخ لاب، ابن الاخ الشقيق، ابن الاخ لاب وان سفل بمحض الذكور. الجزء الجد اللي هو العم الشقيق او العم لاب أو ابن العم الشقيق أو ابن العم لأب وانسفل بمحض الذكور. هذا يعني أن الأقرب دائما يحجب الأبعد، يعني الابن لو موجود الأخ أكيد مش هيورث، الأب لو موجود الأخ أكيد مش هيورث. إنما الابن لو موجود الأب مش هيورث بالتعصيب، إنما له الباء له السدس فرضا، لأن إحنا خدنا الأب والجد في السدس فرضا. طيب إذا انتقلنا بعد ذلك إلى العاصب بغيره، العاصب بغيره، يكل ذات نصف معها أخوها، ترتيب العصب بالغير إزاي؟ هنشوف إحنا عندنا مين اللي بياخد النص؟ لو قلنا اللي بياخد النص هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، يبقى هننتقل إلى العاصب بغيره، العاصب بغيره ترتيبهم إيه؟ البنت وبعدين بنت الابن وبعدين الأخت الشقيقة وبعدين الأخت لأب، مين يعصب البنت؟ اللي يعصب البنت الابن اللي في درجتها واللي يعصب بنت الابن ابن الابن اللي في درجتها أو اللي أبعد منها درجة أو درجتين إذا كان هذه بنت الابن يعني غير وارثة تاني إحنا بنقول العصب بغيره مين كل ذات نصف معها أخوها أخوها بيعصبها يبقى البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب مين هيعصب البنت الابن مين هيعصب بنت الابن ابن الابن مين هيعصب الأخت الشقيقة الأخت الأب مين هيعصب الأخت مين هيعصب الأخت الشقيقة الأخ الشقيق مين هيعصب الأخت الأب الأخ الأب يبقى احنا واخدينهم بالترتيب كده، الأقرب فيهم هيحجب الأبعد، تاني هنشوف قدامنا كده البنت كل ذات نصف يعصبها أخوها، البنت أهو مين بيعصبها؟ الابن. بنت الابن مين مين هيعصبها؟ ابن الابن اللي في الدرجة بتاعتها مطلقًا يعصبها، فيأخذان مع بعضهما الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. ممكن يعصبها اللي أبعد منها في الدرجة؟ آه امتى؟ إذا كانت غير وارثة، يعني المسألة فيها بنت وبنت ابن وابن ابن ساعتها بنت الابن وابن الابن يعصبها وياخدوا مع بعض الباقي تعصيبا للذكر المتحضر الانسان الانثيين. طب افرض ان هي بنت ابن وابن ابن ابن هنقول ساعتها البنت تاخد النص بنت الابن تاخد السدس تكمله التلتين وابن الابن الابن, الابن دوت ياخد لوحده الباقي تعصيبا للذكر المتحضر الانسان الانثيين. طب هما بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ساعتها البنتين واخدين التلتين بنت الابن مش واخده حاجه ابن ابن الابن اللي مش في درجتها اللي اقل منها في الدرجه يعصبها في في تلك الحاله لانها لا ترث. طالما هي لا ترث يبقى اللي اقل منها في الدرجه من الممكن ان يعصبها. طب اذا انتقلنا بعد كده مين اللي بعد البنت وبنت الابن؟ في الاخت الشقيقه. مين اللي هيعصبها؟ الاخ الشقيق. في بعد كده الاخت لاب، مين اللي يعصبها؟ الاخ لاب. خلي بالنا دايما الاقرب يحجب الابعد يعني لو المساله قدامنا فيها اخت شقيقه واخ شقيق يبقى الاخت لاب والاخ لاب مش هياخدوا حاجه ملحوظه مهمه لازم نخلي بالنا منها ملحوظه بتقول لا ياخذ احد غير هؤلاء الاربعه الباقي تعصيبا للذكر المتحضر الانثيين يعني ايه لو لقينا في المساله عم وعمه ساعتها ندي العم الباقي تعصيبا والعمه ما تاخدش حاجه لو لقينا ابن اخ وبنت اخ ساعتها نبني ابن الاخ الباقي تعصيبا وبنت الاخ ملهاش حاجه لانها من ذوي الارحام لقينا في المساله ابن عم وبنت عم ندي ابن العم الباقي تعصيبا وبنت العم ما نديهاش حاجه لانها من ذوات الارحام. طيب ابنائي وبناتي طلاب وطالباتي الشهاده الثانويه الازهريه. ده ينقلنا مباشره الى موضوع تاني هم جدا وهو موضوع الحجب. احنا بنقول دلوقتي ابن وبنت آه وابن ابن وبنت ابن ساعتها نحصل ايه؟ البنت والابن هياخدوا الباقي تعصيبا وابن الابن وبنت الابن مش هياخدوا حاجه. ده يعني ان في عندنا قاعدة تسمى الحجب او في عندنا مسألة تسمى الحجب. تعالوا كده نشوف الحجب. الحجب في اللغة هو المنع وشرعاً هو منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه لوجود شخص اخر اقرب منه او هو منع شخص من الميراث لوجود من هو اولى منه. والحجب ينقسم معنا الى قسمين حجب حرمان وحجب نقصان. اما النوع الاول وهو حجب الحرمان، فهو منع شخص من ميراثه كله لوجود شخص اقرب منه، زي ايه؟ زي الاخوه لما قلنا ان هم يحجبون بالابن، وزي الاخوه لما قلنا ان هم محجوبين بالاب، وزي ابن الابن يحجب بالابن، وزي ابو الاب يحجب بالاب. النوع الثاني هو حاجب النقصان، وهو نقل وارث من سهم اكثر الى سهم اقل منه، مثل نقل الابن للزوج من النصف الى الربع، المسألة فيها زوج وما فيهاش ابن، الزوج ياخد النص، فيها ابن يبقى الزوج ياخد الربع. الذين لا يحجبون حجب حرمان عندنا ستة لا يحجبون حجب حرمان. الابنان اللي هم الابن والبنت. الابوين اللي هو الاب والام. الزوجين اللي هو الزوج او الزوجة ومش هيجتمعوا في مسألة. أما الذين يحجبون حجب حرمان فجميع الورثة عدا الستة اللي احنا قلنا عليهم. أما الذين يحجبون حجب نقصان فهم الخمسة اللي بنقولهم دلوقتي، الزوج ممكن ينزل من النص للربع. الزوجه ممكن تنزل من الربع للثمن، الام ممكن تنزل من التلت للسدس، وبنت الابن ممكن تنزل من النص للسدس، والاخت لاب برضه ممكن تنزل من النص الى السدس. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قواعد هامة عند الحجب. كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص. يعني إيه؟ يعني دلوقتي ابو الاب يقرب لي عن طريق مين؟ عن طريق الاب، اذا الاب يحجب الجد. يبقى الام تحجب ام الام وتحجب ام الاب. يستثنى من هذه القاعده افراد قليلين حاله واحده بس، الاخوه لام، اللي هم اولاد الام. المفترض ان الاخوه لام يقربوا للميت عن طريق الام، يبقى الام تحجبهم. لا. دي المساله الوحيده المستثناه عندنا ان الاخوه لام يرثون مع وجود الأم ويحجبون بالأب القاعدة الثانية بتقول الأقرب يحجب الأبعد والأقوى قرابة في الدرجة يحجب الأضعف في الدرجة يعني مثلا الابن يحجب ابن الابن لأنه أقرب في الدرجة الأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق والعم لأب يحجب ابن العم الشقيق إيه الفرق بقى بين المحجوب والمحروم قال لي المحجوب ده من أهل الميراث بس احنا حجبنا لوجود شخص اولى منه بالميراث يعني المحجوب ده زي مثلا الابن وابن الابن الابن ابن الابن دوت من حقه انه يرث بس في واحد اقرب منه فعشان كده حجبه انما الابن القاتل لا يستحق الميراث اصلا يبقى ده الفرق بين المحجوب والمحروم المحروم ده اللي هو بينطبق على القواعد اللي قلنا عليها قبل كده المحرومين من الميراث اللي هم الاسباب الاربعه القتل والرق واختلاف الدين واختلاف الدار رقم اثنين المحجوب يحجب غيره اما المحروم فليس أهلا للإرث كالقاتل والمرتد فالمحروم لا يحجب غيره أصلا كأنه مش موجود في المسألة يعني نبص في المسألة اللي قدامنا دي المسألة فيها أم وأب وإخوة الأم واخدة كام؟ واخدة السدس طب حد يقدر يقول لي هي الأم واخدة سدس ليه؟ برافو عشان وجود جمع من الإخوة هو مفيش فرع وارث بس موجود جمع من الإخوة فخلوها بدل ما تاخد التلت خدت السدس طب والأب؟ واخد الباقي تعصيبا. طب والاخوه؟ محجوبين، طب محجوبين بمين؟ محجوبين بالاب، طب ايه اللي حصل؟ الاخوه اللي محجوبين بالاب قدامنا دول حجبوا الام حجب نقصان. الاخوه اللي كانوا في المساله دول حجبوا الام حجب نقصان، ففي هذه الام الام خدت السدس علشان الاخوه حجبوها حجب نقصان. المساله الثانيه زوج وابن واخ الزوج واخد الربع محجوب اهو، محجوب بمين؟ محجوب بالابن حجب نقصان، والابن واخد الباقي والاخ محجوب لوجود الابن مسألة تانية أم وجد وإخوة لأم أم وجد وإخوة لأم الأم المفترض هنا تاخد السدس لوجود جمع من الإخوة والجد المفترض إن, إن, أن الجد في هذه الحالة هيحجب الإخوة لأم وياخد هو الباقي تعصيبا لأن الإخوة لأم زي ما قلنا لا يرثون عند وجود الأصل المذكر لو انتقلنا إلى مسألة أخرى فنقول ام واخت شقيقه وزوج واخ لاب الام في المساله ديت في جمع من الاخوه اه في اخت شقيقه هي واخ لاب بس دول اتنين يا استاذ احنا قلنا الجمع في الميراث يبدا من اتنين يبقى الام لوجود جمع من الاخوه الام تأخذ السدس فقط والاخت الشقيقه تاخد النصف والزوج ياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث والاخ لاب المفترض ياخد الباقي ولكن لم يتبقى شيء لان المساله ديت مساله عالت طيب ننتقل الى مجموعة من الأسئلة اللي أنا عايزك تجاوب عنها المسألة الأولى زوجة وأب وابن نفكر كده ونحل مع بعض بس أنا عايز أديك فرصة في الأول كده الميراث يتذاكر بالورقة والقلم ها أظن على بال ما أنا ما قلت الكلمتين دول كنت أنت حلتهم على طول واحد قال لي الزوجة واخدة الثمن لوجود الفرع الوارث الابن موجود والأب واخد السدس لوجود الفرع الوارث والابن واخد الباقي تعصيبا برافو عليكم المسألة الثانية زوج وأب وجد وأخ شقيق ها حليت انت يا ابني اللي لسه بتحل الزوج واخد النص لعدم وجود الفرع الوارث الاب واخد الباقي تعصيبا والجد محجوب لوجود الاب والاخ الشقيق محجوب ايضا لوجود الاب المساله اللي بعديها ام واخ شقيق واخ لاب ها الام برافو عليكم الام في هذه المساله تاخذ السدس لوجود جمع من الاخوه والاخ الشقيق ياخذ الباقي تعصيبا والاخ الاب هو عصبه برضه ولكن في عصبه اقرب منه فالاخ الاب محجوب لوجود العصبه الاقرب ابن قاتل لابيه ها ابن قاتل لابيه ده يبقى محروم ولا محجوب محروم لان دي من موانع الارث ساعتها كانه مش موجود معانا خالص اهي ده مثال مهم جدا الابن القاتل كانه مش موجود ما بيحجبش حد ساعتها الاخ او الابن دوت هي, هي هي مش هياخد حاجه من الميراث لانه محروم والاخ الشقيق صار هو العصب الاقرب وطالما هو العصب الاقرب يبقى هو اللي بياخد الباقي تعصيبا والاخ لأب محجوب لوجود العصبه الاقرب منه طيب اذا انتقلنا الى المثال الاخير ام وزوجه وثلاث اخوه اشقاء واب ام وزوجه وثلاث اخوه اشقاء واب ام وجمع من الاخوه يبقى تاخد سدس الزوجه يبقى تاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث، الاخوة على طول وانت مغمض كده قاعدة حطها قدامك وما تنساهاش أبداً. الأخوة جميعاً لا يرثون في وجود الأب والابن وابن الابن. دي قاعدة تحفظها وما تنساهاش. الأخوة جميعاً سواء كانوا أخوة أشقاء، أخوة لأب، أخوة لأم. الأخوة جميعاً لا يرثون في وجود الأب. الأخوة جميعاً لا يرثون في وجود الابن. الأخوة جميعاً لا يرثون في وجود ابن الابن. يبقى نرجع للمسألة تاني ونحلها مع بعض. المسألة تقول: مات وترك ايه؟ مات وترك أم وزوجة وثلاث إخوة وأب. الثلاث إخوة محجوبين لوجود مين؟ لوجود الأب، والأب في المسألة ديت يأخذ الباقي تعصيبا. طيب أبنائي وبناتي يمكن بعض المسائل اللي كثير من الطلبة بيسألونا عنها تتعلق بمخارج الفروض أو أصول المسائل. هي يمكن مخارج الفروض أو فروض المسائل أو أصول المسائل ديت مش مقرر عليك انك تحفظها بس هي مهمه عشان العول والرد احنا خلينا في ذهننا دايما علشان مش عايزين نكتر عليكم إنه اصول المسائل او مخارج الفروض هم سبعه يا إيه اما الاثنين يا الثلاثه يا الاربعه يا السته يا الثمانيه يا ال12 إيه يا ال24 يا اما اثنين يا إيه اما ثلاثه يا إيه اما سته يا اما ثمانيه يا اما 12 يا اما 24 نعرفها ازاي؟ هو قواعد كثيره جدا بس انا مش عايز اشغلك بهذه القاعدة لانها مش مقرر عليك بس انت عشان تريح دماغك خالص اكتب الارقام دي قدامك اكتب قدامك دايما الاثنين والثلاثه والاربعه والسته وال12 وال24 وما تيجي تحل المسائل ابدا بالاثنين وبعدين بالثلاثه كده تشوف انهي اقل رقم هيقبل اسم على المقامات اللي موجوده قدامك يعني إيه مقام النص واحد على اتنين المقام اللي هو الاتنين فتشوف إيه أقل رقم يب يقبل القسمة يعني قدامي من الأرقام اللي قدامي دي كم رقم يقبل القسمة على الاتنين كلهم يقبلوا بس أقل رقم فيهم الاتنين يبقى هو اللي هنبدأ بيه فنشوف الرقم اللي يقبل الاسم على كل دول ونبدأ نقول إن ده أصل المسألة يعني مسألة قدامنا مات ماتت وتركت زوج وبنت وأب وأخ شقيق الزوج هنا واخد الربع ليه ربع لوجود الفرع الوارث البنت واخده النص الاب واخد السدس والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنس والاخ الشقيق محجوب بالقاعده اللي قلنا عليها الاخوه جميعا لا يرثون في وجود الاب طيب كده المساله لو جينا نحل نشوف الاثنين تقبل الاسم على الاربعه لا طب التلاتة لا طب الاربعه تقبل الاسم على الاربعه اه بس ما تقبلش على السته طب ايه اقل رقم يقبل الاسم على كل الارقام دي ال12 يبقى اصل المساله هنا من 12 سهم هنقسم التركه 12 سهم الزوج ليه كام تقسم على المقام وتضرب في البسط ال12 على 4 فيها ال3 في 1 بـ 3 يبقى الزوج ليه 3 اسهم من ال12 البنت 12 على 2 فيها ال6 في 1 بـ 6 الاب ياخد كام انا معايا 12 سهم 12 حته 12 على ال6 فيها الكام فيها ال2 كده لو جينا جمعنا المساله هنلاقيها ناقصه واحد يبقى الاب هياخد الباقي تعصيبا فياخد هذا الواحد يبقى الاب واخد الباقي تعصيبا في هذه المساله فنلاقي ان الاب في المساله ديت واخد 3 اسهم والزوج واخد 3 اسهم والبنت واخده 6 اسهم طيب السهم يساوي كام تقسم كل المساله المساله فيها 24 فدان 240 فدان تقسمهم على ال 12 اللي هو اصل المساله 42 على ال 12 هيديني ال 200 ده قيمه السهم الواحد هي الزوج ليه كام سهم ليه 3 اسهم طيب 3 في 200 بكام ب 600 فهمنا بنجيبها ازاي نقسم الفلوس او نقسم الافدنه او نقسم النصيب التركه كلها على اصل المساله اصل المساله اللي احنا قلنا عليه 12 ال 200 ال 2400 على الـ 12 ادتني 200 الزوج ليه ثلاث اسهم 3 في 200 يديني 600 البنت ليها سته اسهم سته اسهم في 200 يديني 1200 الاب ليه ثلاث اسهم ثلاث اسهم في 200 يديني 600 سهم بيتهيالي كده الاخ الشقيق ملوش حاجه وبتهيالي ان المساله كده حليناها بشكل أه سهل انا حاسس برضو ان كثير من الطلبه قاعد قدامي حاسس ان المساله تقيله وصعبه تعالوا نجرب في امثله تانية وردت في امتحانات سابقه يمكن الموضوع بالنسبه لنا يسهل ويبقى سهل ان شاء الله تعالوا نشوف امثله من امتحانات ميراث سابقه المثال الاولاني بيقول لي ان الشخص دوت مات وساب 6000 جنيه احنا جايبين رقم صغير علشان يعني نقدر نقسم والعمليه تبقى سهله بالنسبه لكم شويه. الشخص ده مات وكام؟ سايب 6000 جنيه وسايب اب وسايب بنت وسايب اخت شقيقه وسايب ام وسايب اخ لام. كده الاب بياخد ايه؟ في فرع وارث مؤنث يبقى الاب ياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا. والبنت هتاخد النص لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها. الاخت الشقيقه هنا محجوبه ليه القاعده ها نفتكر الاب يحجب جميع الاخوه الاب يحجب جميع الاخوه الام واخده السدس مش واخده التلت ليه وجود جامع من الاخوه اللي هم الاخت الشقيقه والاخ لام ووجود الفرع الوارث والاخ لام محجوب ايضا بالاب طيب كده تعالوا نشوف الاسهم اصل المساله من كام سهم ها الاثنين تقبل على السته لا الثلاثه تقبل على السته لا يبقى السته السته تقبل على السته اه سته على سته فيها الواحد، يبقى الأب واخد سهم واحد علشان هو واخد السدس، والبنت واخدة ستة على الاتنين فيها الثلاثه ستة على الستة فيها الواحد، كده لو جمعناهم هنلاقي آدي سهم وتلاتة وواحد يبقى خمسة، يتبقى واحد، مين اللي بياخد الباقي تعصيبا؟ الأب، يبقى الأب واخد واحد فرضا، سهم فرضا، وسهم كمان بالتعصيب يبقى هو واخد سهمين. قيمة السهم الواحد هتساوي كام؟ نقسم الفلوس زي ما قلنا على أصل المسألة، أصل المسألة مكتوب تحت قدامكم أهو، أصل المسألة من ستة أسهم. طيب والتركه كم كم من الجنيهات؟ 6000 يبقى نقسم ال 6000 على السته هتديني ألف ده قيمه السهم الواحد. الأب ليه كام سهم؟ ليه سهمين، سهمين في 1000 ب2000. البنت ليها كام؟ 3000. الأم ليها كام؟ ليها ألف واحد، ويا في الامتحان نعمل هذا الجدول علشان يتضح الأمر لينا في الحل. أبنائي وبناتي طلاب وطالباتي الشهادة الثانوية الأزهرية نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون قد نجحنا في توصيل هذه المعلومة حياكم الله ورعاكم وبعد الفاصل نلقاكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية كنتم وكنا وكان الحديث وعدتم وعدنا وعاد الحديث فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يلا بينا نكمل التدريبات اللي احنا قلنا عليها وننتقل إلى مسألة أخرى. المسألة كما ترون أمامكم على الشاشة شخص مات وساب 72 فدان والورثة زي ما احنا شايفين بنت، زوج، أب، ثلاث أخوات شقيقات اخت من جهه الاب على طول البنت واخده النص لعدم وجود الفرع الوارث لازم نعمل كده الجدول قدامنا نحط النصيب والاسهم والافدنه اذا كان في افدنه والسبب طيب البنت واخده النص الزوج واخد الربع ليه لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت الاب واخد السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنس الثلاث اخوات شقيقات محجوبون ليه محجوبون لأن الأب يحجب جميع الإخوة كما سبق وأن اتفقنا والأخت لأم أيضا محجوبة لوجود الأب طيب تعالوا نشوف أصل المسألة شوف على طول كده الـ 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 المساله اصلا من 12 لان 12 هي اللي هتقبل الاسم على المقامات اللي موجوده قدامي تقبل الاسم على السته والاربعه والاتنين تعالى كده نشوف ال 12 على الاثنين اللي هو المقام بتاع البنت يعني 12 على الاتنين فيها السته 12 على الاربعه فيها الثلاثه 12 على 6 فيها الاثنين لو حسبنا 6 و3 و2 هنلاقيهم 11 يبقى واحد يبقى الاب هو اللي بياخد الباقي تعصيبا يبقى الاب هياخد اثنين فرضا سهمين يعني فرضا والباقي تعصيبا يبقى هتساوي ثلاث اسهم انا عايزك انت بقى تحلها من نفسك وتقول كده 72 فدان على 12 سهم تساوي كام اللي يطلع تضربه في 6 وتديها للبنت تضربه في 3 تدي للزوج تضربه في ثلاثة وتديه للأب وكده تبقى المسألة اتحلت. نشوف المسألة اللي بعديها. المسألة اللي بعديها مات وترك، ماتت وتركت، زوج، أب، جد من جهة الأب وأخ شقيق. المسألة دي سهلة خالص. الزوج مفيش فرع وارث يبقى ياخد نص الأب لأن مفيش فرع وارث ياخد الباقي تعصيباً. الجد ها؟ الجد على طول يتحجب بالأب. والاخوه زي ما قلنا الاخوه جميعا لا يرثون لا في وجود الاب ولا في وجود الابن ولا في وجود ابن الابن. كده المساله قدامي فيها كم فرض؟ قدامي فرض واحد اللي هو النص. اذا ناخد المقام بتاعه ده اقل رقم يقبل الاسم، يبقى المساله من سهمين اتنين. الزوج ليه كم سهم؟ سهم واحد والاب ليه السهم الباقي. ننتقل الى المساله التي تليها. ماتت او مات شخص وترك زوجه وبنتي ابن. وأخت لأب وابن عم الزوجة التمن لوجود الفرع الوارث المؤنث اللي هي بنتي الابن بنتي ابن لو واحدة تاخد النص إنما هنا اتنين ياخدوا تلتين الأخت لأب واخدة الباقي تعصيبا ليه؟ القاعدة دي برضو لازم نحفظها مهمة جدا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة يتجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، يبقى إذا جاء وجدنا في المسألة أخت لأب أو أخت شقيقة، وفي نفس المسألة بنت أو بنت ابن، الأخت على طول تبقى عصبة تاخد الباقي تعصيبا، والأقرب تحجب الأبعد، يبقى الأخت الأب هنا واخدة الباقي تعصيبا وحجبت ابن العم لأنها عصبة أقرب منه. كده المسألة تبقى من كام من كام سهم؟ المسألة من 24 سهم، لأن 24 هي اللي هتقبل الاسم على المقامات اللي موجودة قدامي، هتقبل الاسم على الثلاثة وهتقبل الاسمة على الثمانية، لو عندك رقم تاني يقبل الاسم أقل من كده قل لي. 24 على 8 فيها ال3 24 على 3 فيها ال8 8 في 2 ب 16 يبقى بنتي الابن ليهم 16 سهم بنقسم على المقام وبنضرب في البسط فوق الاخت لاب اب بتاخد الباقي الباقي كام انا معايا 24 سهم الزوجه خدت منهم 3 وبنتي الابن خدوا 16 يبقى كلهم على بعضهم 19 من 24 يتبقى 5 يبقى هذا هو حل هذه المساله اذا انتقلنا الى المساله التي تليها مات وترك أخت شقيقة عم أخ لأم أخ لأب وبنت ابن. إيه المسألة ديت؟ دي على طول كده أنا عرفت إن الأخت الشقيقة طالما بنت الابن موجودة حفظنا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة يبقى الأخت الشقيقة هتاخد الباقي تعصيبا لأنها عصبة مع الغير في وجود البنت بنت الابن يعني العم مش دي بقت عصبه الاخت الشقيقه هي اقرب عصب في الموجودين هي اقرب من العم واقرب من الاخ لاب الاثنين عصابات بس هي اقرب منهم والعصبه الاقرب تحجب العصبه الابعد الاخ لام ما بيرثش في وجود الفرع الوارث فهو محجوب بالفرع الوارث وبنت الابن واخده النصف فردا لانفرادها وعدم وجود الاولاد للميت وعدم وجود المعصب كده ما قداميش غير غير نصيب واحد اللي هو نصيب بنت الابن اللي واخده النصف فأخذ المقام بتاعه اللي هو اتنين يبقى اصل المساله من سهمين، الاخت الشقيقه لها سهم وبنت الابن ليها سهم واحد. اذا انتقلنا الى المساله التي تليها بتقول: ماتت امراه وتركت زوج واما واختا شقيقه، البعض بيجي يحل اختا شقيقه دي على انهم اتنين، لا لو كانوا اختين كنت اقول اختان شقيقتان، انما دي اخت واحده بس، النصب على انها مفعول به، تركت اختا، تركت أختا شقيقة تركت أختا لأم تركت أختا لأب. الزوج في فرع وارث ولا ما مفيش ما فيش فرع وارث خلاص حفظنا ياخذ نص. الأم في جمع من الإخوة يبقى واخدة السدس لوجود جمع من الإخوة. الأخت الشقيقة النصف لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها وعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر. الأخت لأم واخدة السدس لعدم وجود الأصل ولا الفرع. الأصل المذكر يعني والأخت لأب واخدة السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة كده أصل المسألة من كم سه؟ من ستة أسهم طيب عرفنا الستة منين؟ شفنا أقل رقم يقبل الاسم على المقامات اللي قدامي المقامات اللي قدامي اللي هي اتنين عند الزوج وستة عند الأم واتنين عند الأخت الشقيقة وستة وستة يبقى أنا أقل رقم يقبل الاسم عليهم هو الستة ستة على اتنين في التلاتة ستة على الستة فيها الواحد ستة على اتنين فيها التلاتة ستة على الستة فيها الواحد ستة على الستة فيها الواحد دي الأسهم بس انا لما جمعت الاسهم قدامي لقيت 3 و1 4 و3 7 1 8 1 كمان 9 يبقى المساله كده عالت عالت يعني ايه عالت يعني زادت اهو ده العالو اللي احنا عايزينه لو كان في فلوس هتقسم الفلوس على التسعة وتبدا تضرب في الاسهم الموجوده قدامك ناخد المساله اللي بعديها ماتت وتركت زوجا واما وابا واخا شقيقا خلاص الكل قدامي عرف ان الزوج لوجودي لعدم وجود الفرع الوارث المفترض ان الزوج ياخد النصف والام واخده تلت الباقي بعد نصيب الزوج دي من المسائل العمريه والاب واخد الباقي تعصيبا والاخ الشقيق محجوب اتفقنا الاخوه جميعا لا يرثون في وجود الاب انتقل الى المساله التاليه ماتت وتركت زوجا ماتت مات شخص عن زوجة وشقيقتين وأختين لأم وأم الزوجة المفترض تاخد الربع لعدم وجود الفرع الوارث ودي زوجة مش زوج خلي بالنا والشقيقتين ياخدوا التلتين لعدم وجود الفرع الوارث والأب والأختين لأم ياخدوا التلت والأم تاخد السدس كده ايه اقل رقم يقبل الاسم على المقامات اللي قدامي قلت جرب كده من الاثنين والثلاثه والاربعه والسته والثمانيه وال12 وال24 هتلاقي ان اقل حاجه ال12 طالما فيها ربع مع النوع الثاني تبقى 12 على طول 12 شوف الاسهم نقسمها ازاي 12 على 4 فيها الثلاثه 12 على الثلاثه فيها الاربعه في 2 ب 8 ايه 2 دي ما هي تلتين 12 على الثلاثه فيها الاربعة. 12 على, الاربعه 12 على السته فيها الاثنين اذا لو جينا جمعنا الاسهم هنلاقي الاسهم زادت فالاسهم بدل ما كانت 12 زادت وبقت 17 يبقى المساله فيها عول، عرفنا العول منين؟ جمعنا الاسهم، الخانه بتاعت الاسهم قدامنا اهي، نجمعها لو لقيناها زادت عن اصل المساله لابد ان نقول: عالت المساله الى كذا. المساله التاليه: ماتت امراه وتركت زوجا، اختا شقيقه، اختا من جهه الاب، بنتا أخا لأم أخا لأب. الزوج في فرع وارث اللي هو البنت أهي يبقى الزوج واخد الربع. الأخت الشقيقة حفظنا القاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة اجعلوا الأخوات طالما في بنت أو بنت ابن يبقى الأخت الشقيقة والأخت الأب بيتحولوا لعصبات وهي الأقرب يبقى هي تاخد الباقي تعصيبا والأخت لأب محجوبة لوجود العصبة الأقرب اللي هي الأخت الشقيقة. الأخ لأم على طول يتحجب مع الفرع الوارث. الاخ لاب محجوب ليه؟ لوجود العصبه الاقرب اللي هي الاخت الشقيقه كده ايه اقل رقم يقبل الاسم على كل المقامات اللي قدامي؟ انا عندي مقامين اربعه واثنين اقل رقم يقبل الاسم عليهم الاربعه اربعه على اربعه فيها الواحد اربعه على الاثنين فيها الاثنين كده يتبقى الاخت الشقيقه سهم واحد والمساله لا عون فيها ولا رد اذا انتقلنا الى المساله التاليه ماتت عن ام وعن اخت شقيقه وبنت وعمة. العمة دي على طول كلنا عارفينها من ذوات الأرحام فاحنا مغمضين كده العمة في هذه الحالة لا ترث لوجود أصحاب الفروض. طيب الأم في فرع وارث يبقى واخدة السدس. الأخت الشقيقة تاخد الباقي تعصيبا، إيه القاعدة؟ اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. البنت تاخد النصف فردا كده. إيه أقل رقم يقبل الاسم على المقامات اللي قدامي؟ إيه المقامات اللي قدامي؟ ستة واتنين. إيه أقل رقم يقبل الاسم عليهم الستة؟ ستة على الستة فيها الواحد في واحد بواحد ستة على الاتنين فيها التلاتة في واحد بتلاتة يبقى كام؟ الأخت يبقى لها سهمين اتنين فقط ننتقل إلى مثال آخر ده برضو ورد في امتحانات سابقة مات شخص وترك ماتت امرأة عن زوج وبنت وأخت شقيقة وبنت عم ها الزوج ياخد الربع لوجود الفرع الوارث، البنت تاخد النصف لوجود لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها، الاخت الشقيقه على طول حفظنا ادعوا الأخوات مع البنات عصبة فبقت عصبة فتاخد الباقي تعصيبا، مسألة من أربعة، واحد اثنين واحد. ننتقل إلى المثال التالي. دي من المسائل العمرية فاكرينها؟ زوجة وأب وأم، زوجة وأب وأم، الزوجة واخدة الربع ما فيش فرع وارث، المفترض إن الأم تاخد ثلث الترك. بس عشان ما تاخدش اكتر من الاب هتاخد تلت الباقي بعد نصيب الزوجه والاخ الشقيق محجوب لوجود الاب والاب ياخذ الباقي تعصيبا المساله التاليه ماتت وتركت زوجا وبنتين واما بالراحه كده ونحل الزوج في فرع وارث يبقى واخد الربع البنتين واخدين التلتين والام واخده السدس سدس ليه لوجود الفرع الوارث ايه اللي يقبل الاسم على المقامات اللي موجوده قدامنا 12 برافو عليكم 12 على 4 فيها 3 على 3 فيها ال 4 في 2 ب 8 يبقى البنتين واخدين 8 اسهم والام 12 على ال 6 فيها 2 كده المساله لو جمعنا 2 و8 10 و3 13 يبقى المساله عالت من 12 الى 13 سهما اذا انتقلنا الى المساله التي تليها ماتت الشخص وترك زوجة وأما وابنا الزوجة على طول خلاص واخدة التمن والأم واخدة السدس لوجود الفرع الوارث والابن واخد الباقي تعصيبا أصل المسألة من 24 سهم 24 على 8 فيها التلاتة وعلى الستة فيها الأربعة يبقى كام يبقى 17 سهما المسألة التالية مات شخص وترك ثلاث زوجات وترك بنتين وترك أخت شقيقة وترك عم ثلاث زوجات اتفقنا ان الزوجه الواحده زي الثلاث زوجات يشتركنا في ثمن واحد لوجود الفرع الوارث البنتين واخدين التتلتين والاخت الشقيقه القاعده ها نفتكرها اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه يبقى ياخدوا الباقي تعصيبا والعم محجوب واصل المساله في هذه الحاله من 24 سهم 24 على 8 فيها 3 24 على 3 فيها 8 في 2 ب 16 يبقى واخدين 16 سهم والاخت الشقيقه واخده خمس اسهم هم اللي باقيين من ال 24 سهم. اذا انتقلنا الى المساله التاليه مات شخص وترك 48 فدان زوجه واب واخ وابن. الزوجه على طول واخده الثمن لوجود الفرع الوارث والاب واخد السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. الأخ محجوب لوجود الأب والابن والابن واخد الباقي تعصيبا كده أصل المسألة طالما فيها تمني يبقى من 24 سهم على طول نعرف السهم قيمته قد إيه نقسم 48 فدان على ال 12 على الـ 24 هيدي لي عدد الاسهم اللي موجوده معايا اللي هي 2 الاسهم الزوجه ليها سهمين وهي واخده ليها ثلاث اسهم والسهم يساوي 2 يبقى 3 في 2 ب 6 افدنه الاب ليه 8 افدنه والابن طالما ليه 17 سهم لو ضربناهم في 2 هيديني 34 فدان كده بنعرف ازاي نعرف نقسم المساله لو فيها افدنه او فلوس المساله اللي بعديها مات ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا وبنت ابن وابن ابن الزوج هنا ياخذ الربع والام واخده السدس لوجود الفرع الوارث والاب هياخد السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث بس هنا مش هيتبقى حاجه يبقى خلي بالنا لازم نكتب ان هو واخد السدس والباقي تعصيبا ونقول انه لم يتبقى شيء والبنت واخده النص وبنت الابن واخده السدس تكميل للثلثين وكده المساله اصلها من 12 وعالت الى 15 سهما المساله التاليه مات رجل وترك زوجة وأبا وأما وأخا لأم واخا شقيقا الزوجه واخذ الربع لوجود الفرع الوارث الاب هياخد الباقي تعصيبا لان مفيش فرع وارث خالص والام هتاخد السدس طب دي مساله مش عمريه ليه لان الام هنا محجوبه من التلت خلي بالنا علشان المساله دي بيجي منها امثله كتير يخلي الام كده عشان اكتب لها تلت الباقي بعد نصيب الزوجه لا لان في عندي اخ لام واخ شقيق دول حجبوها من السدس من التلت الى السدس مع انهم غير وارثين والمساله اصلها من 12 سهما الزوجه ليها ثلاث اسهم و الأب ليه سبع أسهم والأم ليها ستة أسهم المسألة اللي بعديها مات وترك أبا وأما وزوجة وإخوة أشقاء وإخوة لأم زي المسألة اللي فاتت على طول الأم هتاخد السدس يبقى كده المسألة خرجت من العمرية والزوجة واخدة الربع لوجود عدم وجود الفرع الوارث والإخوة عموما يحجبون لوجود الأب ويبقى الأب واخد الباقي تعصيبا وأصل المسألة من 12 سهم إذا كان الأم والزوجة واخدين خمس أسهم يبقى للأب سبعة أسهم المسألة التالية أم وزوج وأخ لأم وإخوة أشقاء كده ما فيش أب عشان يحجب الإخوة وعشان كده الأم هتاخد سدس لوجود جمع من الإخوة وطالما ما فيش فرع وارث يبقى الزوج واخد النصف والأخ لأم ما فيش فرع وارث وما فيش أصل مذكر ياخد السدس والإخوة الأشقاء ياخدوا الباقي تعصيبا أصل المسألة من ستة أسهم الأم تاخد سهم والزوج ياخد ثلاث أسهم والأخ لأم ياخد سهم يتبقى من ستة أسهم سهم واحد ياخده الأخوة الأشقاء. المسألة التالية: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن وجد لأب. الزوج في فرع وارث يبقى ياخد الربع فرضًا والأم واخدة السدس والأب ياخد السدس والباقي تعصيبًا لأن الفرع الوارث مؤنث مش مذكر. والبنت تاخد النصف فرضا وبنت الابن تاخد السدس تكملة للثلثين والجد لأب محجوب لوجود الأب كده الأسهم أصلها من 12 على 4 فيها, فيها الثلاثة على الستة فيها الاثنين على الستة كمان فيها الاثنين على الاثنين فيها الستة وعلى الستة فيها سهمين اثنين لو جمعنا كده وقلنا آدي ثلاثة واثنين خمسة واثنين سبعة سبعة و2 9 و6 15 يبقى اصل المساله من 12 انا سايبها هو عشان انت تفكر اصل المساله من 12 وعالت لكام عالت الى 15 سهم نعرف منين العول نبص على الجدول ونبص على الاسهم نجمع الاسهم لو طلعوا اكتر من اصل المساله يبقى المساله عالت لو طلعت اقل من ال12 يبقى المساله ردت ناخد المساله اللي بعديها المساله اللي بعديها بتقول زوجه اخ لام هو ابن عم اخت لاب هنا لازم نتوقف شويه ونشرح الجزئيه دي عشان نبقى فاهمينها. يعني ايه اخ لام ابن عم في نفس الوقت؟ هذه المساله تعني ان هذا الشخص له الميراث بسببين، هو اخ للميت من جهه امه، امه تزوجت عمه فهو ابن عمه وفي نفس الوقت هو اخوه من جهه امه. الزوجه تاخد الربع، انما الشخص دوت لانه اخ لام ياخد السدس ولانه ابن عم بياخد الباقي، اذا بقى حاجه، والاخت لاب واخده النص. كده اصل المساله من 12. الزوجه واخده ثلاثة ثلاث تلات أسهم من الاثناشر 12 والأخت لأب واخدة ستة أسهم من الاثناشر 12 والأخ لأم واخد اثنين من الاثناشر ولأنه ابن عم هياخد الباقي الباقي كام؟ الباقي سهم واحد يبقى كده المسألة أصبحت تمام لو انتقلنا إلى المسألة التي تليها هنلاقي بنت وأم وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب البنت في المسألة دي هتاخد النص لعدم وجود المذك... المذكر الذي يعصبها الأم هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة بنت الابن لازم نحفظ دي بنت الابن مع البنت تاخد السدس تكملة للتلتين الأخت الشقيقة نحفظ القاعدة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة يبقى الأخت الشقيقة تاخد الباقي تعصيبا والأخ لأم والأخ لأب محجوبين طب الأخ لأم محجوب علشان وجود الفرع الوارث طب الأخ لأب لأنه عصبة وفي عصبة أقرب منه اللي هي مين اللي هي الأخت الشقيقة كده أصل المسألة من ستة أسهم البنت ليها تلات أسهم والأم ليها سهم واحد وبنت الابن برضه ليها سهم واحد يبقى للأخت الشقيقة من الستة سهم فتاخده تعصيبا إذا انتقلنا إلى المسألة التي تليها هنلاقي المسألة فيها أم وأخت لأب وأخت لأم الأم في جمع من الإخوة يبقى على طول تاخد السدس فرضا والأخت لأب بتاخد النصف والأخت لأم طالما مفيش فرع وارث ومفيش ذكر يعصب ما فيش ذكر معاها وما أصل مذكر يبقى بتاخد السدس لإن دي ما بتتعصبش أصل المسألة يبقى من ستة أسهم، ستة على الستة فيها السهم الواحد للأم الأخت لأب ليها تلات أسهم الأخت لأم ليها سهم واحد، كده خلي بالنا بقى نجمع معانا واحد وتلاتة كام؟ أربعة، واحد خمسة، كده المسألة أقل من أصل المسألة، أصل المسألة ستة أسهم. انا معايا ستة اسهم وهم واخدين خمسه بس طب اعمل ايه ساعتها اهو ده درس جديد لازم نتعلمه وقلت بدل ما نشرحه ناخده من خلال المثال ومن خلال الامتحان ساعتها ما نقولش تعول ساعتها نعكسها ونقول ترد المساله الى خمسه يعني نقسم الفلوس كلها الفدادين كلها اللي هي 60 فدان بدل ما نقسمهم على الستة هنقسمهم على الخمسه ستين على الخمسه فيها ال 12 الزوء الام ليها كام سهم من ال 12 ليها سهم واحد يبقى ليها 12 الأخت لأب ليها كام سهم؟ ليها 3، والسهم بـ12، يبقى 3 في 12 تديني 36 فدان. الأخت لأم واخدة سهم واحد، يعني واخدة برضه 12 فدان، وده درس جديد اسمه درس الرد. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم. وفي الجامعه باذن الله تبارك وتعالى نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته